رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب ميشيل موسى في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن زيارة قداسة البابا فرانسيس للعراق تاريخية بكل المقاييس، هي تعبير عن تضامن الكنيسة مع الشعوب المعذبة وتخفيف آلامها، ومساحة تلاق بين الأديان من أجل سلام يضيع في صراعات النفوذ والقوى، لمجد باطل حطفه الشعوب، ونحن نفتخر بمسيرة رأس كنيستنا على درب الحوار للسلام بين الأديان والشعوب.